بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ معاكم إن شاء الله درس جديد. هنبدأ ناخد إن شاء الله النهاردة الـ inputs. طيب يعني إيه inputs؟ يعني إحنا يعني المستخدم هو اللي هيدخل القيمة. لو جينا هنا شفنا في الدروس اللي فاتت أنت بتعرف المتغير مثلا الـ first name والـ last name، وبعد كده أنت اللي بتديهم القيمة بتاعته. طيب لأ، أنا عايز أعمل لما بتيجي تنفذ البرنامج هو بيطبع القيمة دي الموجودة بناء على انت حاطط القيمة دي. لا، انا عايز المستخدم هو اللي يدخل اسمه وبعد كده اطبعه له. يعني مثلا هو يدخل اسمه الاولاني ويدخل اسمه التاني، وانا اطبع له رسالة اقول له مثلا هلو كذا كذا، انت مشترك معانا في خدمة او في اي حاجة، اطبع له اي رسالة يعني. تمام. طيب الانبوس دي بتتعمل ازاي؟ بنعمل اول حاجه الامبورت خارج الكلاس، امبورت الحاجه اسمها java.util.scanner. سكانر ده اوبجكت، مش لازم نعرف كل التفاصيل دلوقتي، ان شاء الله هندخل فيها بعدين، بس هنعمل كل اللي عايزين نعرفه ان احنا نعمل ازاي سكانر جديد. طيب هنعمل امبورت java.util.scanner خارج ايه؟ خارج الكلاس. طيب هنيجي ننفذ الكلام ده في البرنامج. الكلاس بتاعي هو اللي اسمه main، عايز اعمل براه اعمل import java dot. بصوا بقى كلمة scanner هنا برضو اول حرف s ايه؟ s capital، دي ال case sensitive اللي احنا كنا بنتكلم عليه. dot util dot scanner. طيب احنا كده عرفنا سكانر او عملنا امبورت لسكانر خارج الكلاس، انا كده استدعيته عشان استخدمه جوه الكلاس بتاعي. فهاجي انا الغي الكلام ده كله، مش محتاجه دلوقتي. تاني حاجة قال لي تعمل ايه؟ قال لي نعرف سكانر جديد اسمه ريد داخل الميثود. بيتعرف ازاي الكلام ده؟ بقول له سكانر ده النوع بتاعه، الاسم بتاعه، اسم السكانر بتاعه اسمه ايه؟ اسمه read equal new scanner system.in. كل الكلام اللي اتعلم بالاحمر ده لازم يكون كابيتال. فانا هاجي هنا اعرف له سكانر اسمه read equal ايه؟ new scanner، افتح الاقواس بتاعتي system.in الاس كابيتال والسيستم برضو الاس كابيتال. تمام، وانهي الجملة بتاعتي بالسيمي كول. كده اول خطوتين انا عملتهم. يبقى انا لما اجي اعمل انبوت بستدعي بعمل امبورت للجافا دوت يوتيل دوت سكانر خارج الكلاس بتاعي، وبعد كده اعرف السكانر جديد مش جوه الكلاس نفسه، لا جوه الميثود اللي انا عايز استخدمه. فانا عرفت سكانر جديد اسمه ريد. طيب نعمل ايه بعد كده؟ هنا قال لي نعرف متغير جديد اسمه باي وايج ونيم. هو عايز يعمل ايه هنا؟ عايز يعرف لي ده سترينج اسمه نيم، وده انتجر، وده اسمه دبل، ده من نوع دبل. هنفهم ليه عملنا كده. هنيجي هنا برضو نعرف المتغيرات بتاعتنا، فبقول له string name واعمل متغير جديد من نوع integer اسمه age، واعمل variable جديد من نوع double اسمه y. ليه عملنا الكلام ده؟ لان لما اجي استخدمهم كل لما اجي اخد القيمه من المستخدم، لما اخد قيمه string غير لما اخد قيمه integer وغير لما اخد قيمه double. طيب هاخد القيمه بتاعتهم ازاي؟ قال لي لما ناخد القيمه من المستخدم وتوضع في المتغير. لو كان نص بعرف المتغير بتاعي equal، هنا ده اسم المتغير بتاعي equal، انا باخد القيمه
بتاعته، بقول له read dot next line، باخد القيمة من المستخدم وادخلها في المتغير او في الفاريبل اللي اسمه name. انما في الايدج انتجر بقول له equal read dot next int، افتح الاقواس، وخلوا بالكوا اي حرف احمر هنا ده كابيتال، يعني انتجر لازم اقول له انت. لو عملت له لاين وانا معرف الفاريبل ده انتجر هيديني ايرور. طيب النوع الدبل باي ايكوال ريد دوت نيكست دبل. نيجي نشوف الكلام ده في البرنامج، هقول له مثلا نيم ايكوال ريد دوت، بصوا لما دوست دوت نيكست، لما دوست دوت نيكست فتح لي الاقتراحات، فبيقول لي ايه، نيجي هنا عند لاين، بيقول لي القيمة هنا، بيظهر لي القيمة اللي ينفع تدخل في كل واحدة فيهم، يعني نيكست لاين بص بيقول ايه string. طيب نيكست انتجر بيقول لي بتدخل قيمة انتجر. طيب كلمة نيكست دبل بتدخل قيمة دبل. نيكست فلوت ده نوع برضه متغيرات اسمه فلوت، بتدخل قيمة فلوت. فأنا هنا عايز نيكست لاين، لأن الكلام ده ايه، النيم ده اهو من نوع string، بقول له next line. تمام، هنا بس دي كويس، هي جت بالغلط. بس بص بقى، ده ال variable بتاعي اسمه name، بس ايه اول حرف capital، لما جيت هنا عرفته small فبيديني error، فلازم ال variable بتاعك لو هو capital تخليه capital، small تخليه small. فاحنا هنخلي دي small، بصوا كده لغى الايرور بتاعي. طيب كده انا اخدت القيمه بتاعت ايه، النيم. طيب الايج ايكوال، لو عملت ريد ريد دوت لاين، هلاقيه مديني ايرور. الايرور ليه؟ لان احنا قلنا ده انتجر، يعني حتى بص هتلاقيه علمها لك باللون الاحمر. فاحنا نكتب انت، بس خلي بالك اول حرف لازم يكون كابيتال. ايه المشكله اللي هنا؟ اه ما كتبناش كلمه نيكست. تمام، طيب احنا برضو عشان نجربها next line، اديني بصوا error لما اقف عليه بيقول لي required type integer، انت مدخل له string، يعني بيقول لك اهو مدخل انت string، بيقول لك المطلوب منك ان هو يكون integer. بس فاحنا هنرجعها دي integer زي ما كانت. لما اجي اقرا قيمه double برضو بعمل نفس النظام، بقول له باي equal read dot next double. تمام، ده في بسمي كده. طيب كده يبقى انا هنا عملت import للسكانر، مكتبة اللي هي java.util للسكانر، وهنا عرفت متغير من نوع، عرفت object جديد اسمه read عشان استخدمه في قراءة القيم المستخدم، وهنا عرفت المتغيرات بتاعتي، وهنا عملت لهم read. طيب بعد ما اعمل read بقى انا عايز اطبع الجمل دي، فبقول system dot out dot print الكلاس بتاعتي، فبقول له ايه hello مثلا، بلس النيم، واخد دي كده كوبي مرتين، هنا عشان ارجعهم لمكانهم الاساسي بعمل ايه، بعلمهم كده وادوس حاجة من الكيبورد شيفت تاب، بيرجعهم لمكانهم. انا عايز اديهم مسافة قدام بدوس على تاب، عايز ارجعهم تاني هدوس شيفت تاب. تمام،
دي بس لتنسيق الكود، تنسيق شكل الكود بتاعي. طيب انا هنا قلت له هلو نيم، بعد كده عايز اقول له يور ايج زائد الايج بتاعه از، واقول له الفاريبل اللي اسمه ايج، والباي دي اقول له باي ايكوال مثلا كذا، باي ايكوال والقيمه بتاعت الباي اللي هو هيدخلها. تمام، بس هاجي هنا اعمل ران في الاخر. بص بقى هتلاقي البرنامج بيقرا مني، بيديني مؤشر بيقرا مني القيمه. انا هنا اقول له اسلام، ادوس انتر، هياخد مني القيمه الثانيه. هو عمل ريد لايه؟ للنيم. دلوقتي هياخد مني القيمه الثانيه، بيطلع لي المؤشر اهو، بعمل ايه؟ ريد للايج. طيب الايج بتاعي انتجر، هقول له 25، ادوس انتر. كده هيعمل، هينزل للسطر اللي بعده يعمل ريد لايه؟ للباي. فبقول له الباي مثلا 3 و14%، ادوس انتر. فراح قال لي ايه؟ قال له اسلام يور ايج از كذا، انا نسيت اعمل برنت لاين. نعمل بس برنت لاين عشان هو طبعهم جنب بعض. نعمل ران تاني، ندخله اهو اسلام 25 3 و14. فقال لي ايه؟ هلو اسلام. يبقى المستخدم هو اللي دخل اسمه، عمل يور ايج از 25، المستخدم هو اللي دخل اسمه، انا مش مرتبط ان انا اعرفهم في البرنامج. الباي 3 و14. طيب المشكلة هنا بقى في ايه؟ انا لما جيت ادخل القيم دي، هو ظهر لي المؤشر بس ما كتبليش اي رسالة. يعني ممكن المستخدم ما يفهمش يعني هو هيكتب ايه هنا، هنا هيكتب اسمه ولا هيكتب عمره ولا هيكتب قيمة الباي دي. فانا عايز اطبع له بس حاجة يعرف منها هو هيدخل ايه، فهاجي اعمل له كلمة جملة برنت كده بس قدام كل ايه؟ قدام كل واحد. قبل النيم هعمل له رسالة برنت، هقول له ايه؟ هعمل له رسالة برنت، هقول له انتر يور نيم. تمام، يبقى يطبع له، هيقول له انتر يور نيم، ينزل للسطر اللي بعده يقرا منه ايه؟ النيم بتاعه. بعد كده هعمل له رسالة تانية عشان يفهم الايج قبل الايج. قبل الايج هعمل له هنا، اقول له انتر يور ايج، وبرده نفس النظام هيروح ينزل للسطر اللي بعده يقرا الايج. طيب قبل الباي نفس النظام، اقول له انتر ذا فاليو اوف باي، يعني ادخل القيمة بتاعت الباي. لما اجي اعمل run بقى بيقول لي ايه؟ بيطبع لي رسالة enter your name. فهنا هفهم ان انا ادخل اسمي مثلا. طب دخلت اسمي علي، اقول له enter، راح قال لي enter your age، بيجيب لي المؤشر هنا وهو مستني يقرا الايج بتاعي. ان الريد دي بينزل سطر سطر، ما طبعش دي غير لما انا عملت ايه؟ استنى ان انا هو يقرا القيمه بتاعه النيم. دخلت الايج بتاعي اقول له مثلا 36 انتر، بيقول لي انتر ذا فاليو اوف باي، اقول له 3 و14 انتر. فبيقول لي ايه؟ هلو علي يور ايج از 36 باي ايكوال 3 و14. كده يكون الدرس خلص، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد بحاجات تانية جديدة.